مرحبا بكم في أول فيديو من سلسلة إيكوتيك. نبدأ بأول مفهوم اللي هو البطالة. أشنو هي البطالة أو لو شوماج أو جوبلس؟ تعريف البطالة هو البطالة ظاهرة اقتصادية يكون فيها الشخص قادر على العمل وفي سن العمل، سن العمل يعني من 15 سنة حتى لآخر سنة من التقاعد، ويبحث عن العمل ولا يجده. إذن هذا هو باختصار. أو يمكن نوصف البطالة كذلك أن عدد فرص العمل أقل من عدد الأشخاص الراغبين في العمل. دابا واش البطالة غير وحدة أو اللي عندها أنواع وأشكال؟ أجي ونشوف أشكال البطالة. سيدي هي 6 ديال الأنواع. كيفاش؟ أنا غادي نشرح. الشكل الأول هي البطالة الهيكلية. هذا النوع صعيب ومزمن ويكون في الدول النامية بزاف، وهي بطالة من واحد النوع يكون السبب عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، بحيث يكون العرض بزاف ولكن المقاولات أو المناصب محدودة، يعني أن الإنتاج ضعيف وكذلك الاستهلاك. نشوفوا النوع الثاني ديال البطالة. البطالة دورية أو اللي نقولوا عليها ظرفية. هذا النوع ديال البطالة قدر تقيس أي بلد حتى البلدان المتقدمة، وهي مرتفعة ومرتبطة سيدي بواحد الظرفية اقتصادية، انهيار الأسواق على سنة 2008، نشوء حرب أو شي دولة تعرض على دولة أخرى عقوبات اقتصادية. نمشيو للبطالة ولا النوع الآخر اللي هو البطالة التكنولوجية. علاش البطالة فيها التكنولوجيا والرقمية والتقليدية؟ لا صاحبي، أنا نقول لك علاش ميتها البطالة التكنولوجية، لأنها مرتبطة بالتطور التكنولوجي. من الآلة تعوض الإنسان ويكون أكثر كفاءة وبسرعة وأقل تكلفة، المقاولات تفضل تستمر في آلات وماشينات أحسن لها، لأنها تعطيها مردودية كبيرة أحسن من اليد العاملة ديال الإنسان. النوع الآخر البطالة الموسمية. هذه البطالة كتقيس واحد الفئة من العمال، وهما العمال الموسميين، لأنهم يشتغلوا قطاعات تكون موسمية بحال الفلاحة، دوك العمال أو العاملات اللي يخدموا في حقول الفراولة، أو العمال اللي يشتغلوا في قطاع سياحي. تجي واحد الوقيتة يغادروا العمل ديالهم بسبب إغلاق مؤقت أو ضعف تردد من طرف السياح. نمشيو للبطالة الأخرى، هي البطالة المقنعة. هذا النوع ديال البطالة داير الماسك. أسيدي كيفاش؟ هذا النوع ديال البطالة هو أنه الشخص خدام ولكن في الحقيقة ما خدامش. يعني إذا كانت المقاولة أو الوحدة الإنتاجية تنتج واحد الكمية معينة بعدد محدد من العمال، ودخلنا لها واحد العدد آخر من العمال وما زادوش هذوك العمال في الإنتاج ديال المقاولة، هذوك العمال اللي زدنا راهم فعلا غير زايدين، يعني بلا ما نزيدوه، يعني ما ضافوش شي قيمة. وهذه هي البطالة المقنعة، يعني خدام وما خدامش. الآن نشوفوا حساب معدل البطالة. كيفاش كنحسبوا معدل البطالة في شي بلد أو منطقة؟ طريقة سهلة، هو كنشوفوا العدد ديال السكان الإجمالي، ياك، وغادي نقصوا منه عدد السكان الناشطين، يعني عدد السكان اللي هم في سن العمل، أي من 15 سنة إلى آخر سنة في التقاعد. يختلف من بلد إلى آخر، إلى 63 سنة مثلا في المغرب هو سن التقاعد. هذا العدد ديال السكان النشيطين نقصوا منهم الأشخاص اللي في سن العمل ولكن لا يبحثوا عن العمل، يعني أن الطلبة والتلاميذ اللي كيقراو واخا ما خدامينش هما لا يبحثوا عن العمل، وبالتالي ما يعتبروش عاطلين عن العمل. يبقى لنا السكان اللي في سن العمل، يعني الساكنة النشيطة، فيهم أشخاص يعملون وأشخاص عاطلين يبحثون عن العمل. ركز معايا عن عاطلين يبحثون عن العمل، راهي إلا ما كنتيش تقلب على خدمة واخا ما خدامش أنت ماشي بطالي. شنو كندير من بعد باش نحسبو نسبة البطالة؟ سهلة، نحسبو عدد الأشخاص العاطلين مقسومة على الساكنة النشيطة وتعطينا النتيجة بالنسبة المئوية. اللي خصنا نعرفو هو أن البطالة ظاهرة تخص جميع الدول، يعني حتى المتقدمة منها، عندها علاقة بالنمو الاقتصادي. الدول المتقدمة ناخذ مثال لبعض النسب ديال البطالة في بعض الدول. مثال مثلا في أمريكا تبلغ نسبة البطالة 3.5% في سنة 2019، فرنسا تبلغ 8.5%، الدنمارك تبلغ 5.3%، أما في المغرب تبلغ 8.5% حسب المندوبية السامية للتخطيط. أسيدي نشوفوا أكبر معدل البطالة في العالم. أكبر معدل البطالة سجلاته جيبوتي، وصلت أسيدي 60%. وش هي أقل نسبة بطالة في العالم؟ أقل نسبة بطالة في العالم هي 0.1%. نسجلوها في دولة عربية اللي هي دولة قطر، كل شيء خدام فيها. نتمنى تكون هذه الحلقة نفعتكم، ما تنسوناش بجيم ولايك وبارتاج وشكرا.